اللي هي كبيره من الكبائر. كيف ولا رئيس الحكومه في العام الاول؟ دوزنا هذيك 2021 في العام الاول 2022 مشى غير واحد المرسوم. هذا المرسوم كيحدد الاقتراضات كيفاش كنقترضوا، وخاصه بالنسبه للجماعات. غير المرسوم ديال الاقتراضات لكي تستفيد منه جماعه واحده وهي جماعه اكادير التي يرأسها، واستغل في نفس الوقت وفي نفس الاسبوع وجود واحد الرئيسه ديال البنك اللي خدم عندها قرض ديال مليون اورو، مليار ديال الدرهم، 100 مليون اورو. معنى اننا حنا هادشي دابا هاد الجماعات كلها يلاه من 1503 ديال الجماعه واحده اللي دار لها مرسوم لكي يكون عندها هذا. الخلاصه هو انه رئيس الحكومه كيدبر المصالح للاسف الشديد الضيقه بنفس حزبي واقصائي. الامر الثاني هو اضعاف المؤسسه التشريعيه والتدبير التحكمي للبرلمان. طبعا هذه انتم كتشوفوا من بعد 18 تنبير وهذه الاغلبيه العدديه وش. خليني نقول لكم بعض المظاهر فقط. اليوم لجنه تقصي الحقائق اللي درنا اللي طالبنا بها فريق الحركي والتقدم الاشتراكي والمجموعه النيابيه حول واقعه استيراد الغاز الغازوال الروسي، كان المفروض انه ان الاغلبيه تمشي معه وخاصه حزب ديال رئيس الحكومه، ولكن تم الوقوف لها بالمرصاد. ثم انه في باقي ما تقوم به المعارضه عموما، نعطيكم جوج الارقام. هذه المؤسسه التشريعيه الاصل فيها هو كدير التشريع. هذا النصف الولايه قدمت الحكومه 111 مشروع قانون. وعندنا في البرلمان ازيد من 300 مقترح قانون. صدقنا على 111 مجلس النواب ولكن فقط 6 مقترحات القوانين. هناك بدعه كيدوزوا في الحكومه وكيصيفطوا مراسله هذا مقبول هذا غير مقبول. خارج الدستور، خارج القانون التنظيمي، خارج النظام الداخلي، خارج كل شيء. في مجلس المستشارين من اصل 117 مشروع اللي صدقوا عليه، صدقوا فقط على 4 ديال المقترحات، وخذوا النسبه اللي بغيتوا. اذا كان شي تغور اكثر، اما التعديلات التي تقدم في البرلمان من طرف فوق الفرق المعارضه يتم التصدي لها بالاغلبيه العدديه للاسف الشديد. ثم هذه العرقله مشات حتى مثلا مشات كاع الادوات التي نستعملها في الرقابه، المهام الاستطلاعيه. المهام الاستطلاعيه اللي هي شيء عادي ان تكون، قال لك لا غنديروها سيدي بالتناوب. انا نطلب واحد اخر يجي يترأس، انا نطلب واحد اخر يجي ياخذ تقرير، منين كاينه هذه؟ ما كاينه لا في الدستور ولا في النظام الداخلي، ولكن مع ذلك نظرا لهذه الثلاثيه اللي عندنا ما بين رئيس الحكومه ورئيس مجلس النواب ووزير العلاقه مع البرلمان، احنا غادي كان يعني في هذا النوع من التغول. هذا النوع من التغول للاسف الشديد اللي صاحبته مع صاحب يعني مع هذه الحكومه هذه ومع الاغلبيه ديالها العدديه للاسف الشديد. الفوضى والارتجاليه والارتباك والتسرع في التشريع. هذا الامثله كثيره. نعطيو واحد القانون ديال التعويض عن فقدان الشغل عن التعويض عن الشغل. هذا واحد القانون اللي دار جات الحكومه عوض تعدلوا القانون ومشروع قانون تجيبوا الحكومه مشات كتعدلوا بمرسوم. فالمحكمة الدستورية للأسف مع حسن الحظ ردت داك 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 المرسوم، ولكن ردت معه ماشي بعض المخالفات الدستورية، عشرات من المواد اللي قال لي خص يكون فيها التشريع وما يكونش فيها يعني التنظيم، يعني خص البرلمان هو اللي يشرع فيها. أنتم تتبعتم افتتاح يعني المراسيم ديال فتح الاعتمادات 4 في ظل هذه الحكومة. اعتمادات الماليه الاولى والثانيه في 2022 في 2023، في حين ان كان ممكن تجي ماشي ممكن خصها تجي عبر يعني قوانين ماليه تعديليه. ثم حتى هذا الزيغ وهذا التغول وصل بهم الى انهم بمراسيم كيتدخلوا في صلاحيات ديال البرلمان. اليوم استيراد الابقار، دابا حنا قريبين للعيد الكبير واستيراد ديال هذه المواشي على كل حال من اكباش الى غير ذلك. الضريبه على القيمه المضافه فيها هي محدده بالقانون، محدده في قانون الماليه، يتم تغييرها بمرسوم ويتم تاديه هذاك الحق ديال الضريبه على القيمه المضافه من ميزانيه الدوله عوض ان يؤديها المعنيون بالامر. هذه على كل حال. ثالثا هذا مشروع الهيدروجين الاخضر، كتعرفوا بانه خرج فيه واحد المرسوم وكيشرح فيه، دار فيه دوري عفوا منشور. هذا خصو قانون،
إذا ما كانش قانون إطار خصو يكون معاه قانون عادي، أما أنت تصدرها عبر منشور وتفصل فيه فإذا هذا اختصاص ديال البرلمان واللي كيخصو يجي. أما مع وزير العدل على كل حال أنتم كتبعوا ما يفعله وما يقوم به في لجنة العدل التشريعي للأسف الشديد، واللي فيه يعني 680 مادة بغي يدوزها في ليلتين من رمضان فيما يتعلق بقانون المسطرة المدني. وقفنا ضده نعم، ولكن كان بالتغول العددي كان بغي يدوز هادشي في ليلتين، خلوهم يخدموا من 10 المغرب ونفطروا ونرجعوا اليوم وغدا ثلاث ولا اربع ونفطروا علينا 680 تعلقوا بالمسطرة المدني. فيما يتعلق بالملف الرابع ملف ديال الفساد وفقدان الثقة في مؤسسة المنتخب وتراجعوا مؤشر إدراك الفساد، هانتوما كتبعوه. طبعا هذه الحكومة إذا كان شي حاجة اللي جحات فيها هو أنها طبعت مع الفساد. المؤشر ديال إدراك الفساد اللي تراجعنا للأسف الشديد كنا في كدا وكدا وكدا و 80 وحنا دابا 97 في ظرف خمس سنوات، في ظرف خمس سنوات. أما في الملفات ديال الفساد من أصل دابا في المتابعين اللي عندنا من اصل 515 عندنا 30 واحد اللي متابع او مدان او في السجن برلمانيين. برلماني 30 برلماني. طيب الرساله الملكيه اللي ذكرى 60 اللي كانت شكلت نقطه نظام وتوبيخ وتوجيه للبرلمان، حنا باقيين كنتخبطوا واش غنديروا قانون واش غنديروا نظام داخلي مستقل فيما يتعلق بالاخلاقيات، حنا باقيين لحد الساعه. ولكن كلكم تتبعتم ان هذه الحكومه في السنه الاولى في 22 في البدايه ديالها سحبت ثلاثه القوانين المهمين، القانون الجنائي اللي فيه الاطراف غير المشروع، وقانون ديال احتلال الملك العمومي، وثم القانون ديال طبعا هذا ديال تغطيه الاباء، التغطيه الصحيه للاباء، ثم فيما يتعلق ثم تجميد استراتيجيه الوطنيه لمكافحه الفساد، توقيف اجتماعات اللجنه الوطنيه لمكافحه الفساد. خامسا تفاقم وضعيه التضرر المصالح بشكل غير مسبوق. رئيس الحكومه قال لك سيدي انا فيما يتعلق بالشركه ديالي انا كنسحب من التسيير، لا يكفي ان تنسحب من التسيير، شنو معناتها؟ الشركه ديالك اليوم هي اللي كتشارك تحليه المياه ديال الدار البيضاء، شركه وربحات. الشركه ديالك غاز افريقيا شاركت كذلك ميدات وراه غتربح، راه كلشي كيتوقع بان غتربح. والشركه ديالك شاركت في تندراره وانت وزير للفلاحه. واليوم يتم تنزيل اتفاق ديال تندراره مع صند انرجي، وراه اليوم هذه فيها كاين شي تضرر اكثر من المصالح اكثر من هذه. مع هذا رئيس الحكومه يعني انا نقول لكم ربما هو رئيس للحكومه ورئيس لتدبير مصالحه الخاصه ويتتبعها ولا زعما ولا يبتعد عنها قيد الملا كيتبعها. والدليل هو انه في سنة 2022 شفنا بأنه يعني بعد كوفيد الأصل هو أنه كاع رجال الأعمال ولو أصحاب الشركة كلهم خسروا إلا الشركة ديال رئيس الحكومة التي ضاعفت الأرباح ديالها. ثالثا تأجيج الاحتجاجات واللجوء المكثفة لإنفاق الاسترضاء. هاد الحكومة بحال اللي كيتعامل مع شي شركة والناس اللي عنده يعني منين يروحوا خصو يعطيهم فلوس، ولكن يا ريت غير أن يفي بالالتزامات. فإذا الأزمات البنيوية اللي كيعرفها المغرب اقتصاديا واجتماعيا مع الأسف ما فيهاش تدبير استباقي، ما فيهاش تواصل محكم، ولكن فيها محاولة شراء. لا ما شراش الأشخاص باش يبدلوا المواقف ديالهم، راه كيشري يعني أجهزة بكاملها. فإذا عندنا الأولى ديال المحاماة، أنتم شفتوا كيفاش دار تعامل معها. عندنا الأزمة ديال التعليم، عندنا الآن أزمة ديال الطلبة. راه هذيك 16 جميل 2023. فإذا هادو كلهم كيحاول دابا خدينا هادشي ديال الصحة، الصحة ما فيهاش غير الطلبة، فيها الصحة والطلبة. تم اتفاق ما بين النقابات وما بين وزارة الصحة وحتى جزء من وحتى وزارة المالية. ولكن رئيس الحكومة بغى هو يبان بأنه هو اللي عطى هذوك الفلوس وهو الذي استجاب ماديا للمطالب ديال الرجال ونساء الصحة. فإذا فيما يتعلق بالتعليم هادشي ديال 2500 درهم غادي يرجعوا له بالتفصيل، بأنه قال هو بأن الحد الأدنى غيكون 7500 وقال بأنه غتكون زيادة 2500 درهم. الآن هاد 1500 درهم وبعض الفئات اللي تزادت 1000 درهم راهو كيحسب هادشي 1000 درهم مع 1500 وكيحسبوه 2500. لا الشريف هذا ماشي هو هذا،
2500 درهم كما قلت خصها تكون صافيه. سابعا استشهاد محتشم بالنموذج التنموي الجديد في القول وتجاوب تام الفعل. جا قال لك المراجع اللي غيعتمدها في تصريح الحكومه طبقا الفصل 88 من الدستور هو سيدي غيعتمد الخطب الملكيه وغادي يعتمد على برامج ديال الاحزاب اللي كيمشكل وعلى خاصه على البرنامج الحكومي والنموذج التنموي. النموذج التنموي اللي تقال في تصريح لا اثر له الان في جميع الاعمال وفي جميع التقارير وفي جميع يعني كان سواء من ناحيه شرعيه او من ناحيه تدبيريه لا مكان لهذا النموذج. ثامنا افتقاد التصور الواضح والجرأة اللازم بخصوص الاصلاحات الهيكليه الضروريه. اربعه ولا خمسه الملفات اللي هي اصلاحات كبرى المقاصه اللي كيجبد المقاصه 10 سنوات من خلال قرار ديال تحرير المحروقات ولا هادشي اللي عندهم. قلنا اش غدير الشريف دابا حنا على ابواب 20 ابريل اللي قلتي غتزاد 10 درهم في البوطه. شنو ما مصير هذه الزياده وفي اي اطار؟ واش كاين شي اصلاح شامل للمقاصه ولا لا؟ اين هو اصلاح ديال التقاعد؟ اين هو اصلاح ديال التقاعد؟ لحد الساعه كل مره الدراسه هذيك الدراسه اللي قد قلنا في 2022 هي دابا عاوتاني يتم التداول فيها واخراجها مره اخرى باش اين هو اين هي مراجعه ديال قانون تنظيم الاضراب؟ او عفوا ماشي المراجعه، اين هو قانون تنظيم الاضراب؟ اين هو قانون النقابات؟ اين هي مدونه الشغل؟ فهذه كلها على كل حال اوراش لهذه الحكومه لم تحرك ساكنا فيها. الحقوق والحريات الغائب اكبر في هندسه وعمل الحكومه. انا قلت بانه هي قات غتحصل الاختيار الديمقراطي وغادي غتاجرؤ، ما شفنا حتى شي حاجه في هذا الجانب يعني المتعلق بالحقوق والحريات. قالت غادي تحيل خطه العمل الوطني مجال الديمقراطيه وحقوق الانسان. لحد الساعه ما دارت حتى شي حاجه، لم تحرك كما قلت ساكنا. ثم استفحال المتابعات القضائيه يعني ضد مسؤولين حكوميين واحزاب والى غير ذلك. كاين للاسف الشديد في هذا الجانب المتعلق بالحقوق والحريات ما عرفه المجلس الوطني للصحافه ثم تبعته من مرسوم القانون يعني المقترح قانون ولينا عاوتاني في مشروع قانون الى غير ذلك. ولكن اهم شيء فيه هو انه الديمقراطيه والاستقلاليه. هذا المجلس الوطني هذه الحكومه بالنص الذي اعتمد في مجلس النواب للاسف الشديد او في البرلمان كان في خرق سافر للفصل 28 من الدستور وانه يعني اخضعها للتعيين كما يخضع يعني باقي الهياكل اللي كتدوز في يوم الخميس. كذلك من بين الامور الكبيره جدا هو القانون ديال 86/15 اللي كينزل الفصل 133 من الدستور وهو الدفع بعدم الدستوريه. الحكومات السابقه اشتغلت عليه، وصلنا جات هذه الحكومه دارت واحد خلينا نقول فدلكه يعني عوض ان تلتزم بالقانون بالدستور وتلتزم بالقانون التنظيمي ديال عمل الحكومه وتلتزم بالنظام الداخلي في التعديلات ديالها. دارت واحد فدلكه وارجع لحد الساعه لا كلام عنها. هذه الحكومه مصره ان لا يمر هذا القانون ديال الدفع بعدم الدستوريه. القانون الاخر 3821 متعلق بشركات الجهه ومتعدد الخدمات كتعرفوا كاملين. اخيرا هو تفعيل الطابع الرسمي للامازيغي. كلام كثير واتهامات باطله وفعل منعدي. قال لك غادي نديروا صندوق، ما داروش صندوق. قال لك غنديروا فيه مليار، ما داروش فيه مليار. قالوا غادي يعني حنا عوض القول حنا غادي نمشيو للعمل والتفعيل. هادشي كله ما كاينش للاسف الشديد. اعطي مثال، 70 مليون درهم التي خصصت في 2022 قام الصندوق بتسديها لفائده برامج الامم المتحده للتنميه في اطار تنزيل اللغه الامازيغيه على مستوى الاداره العموميه. هذه هي الحكومه. ثم العوده المتكرره لتعليق عز وفشل هذه الحكومه على الحكومتين السابقتين. هي امثله كثيره ولكن خلينا غير في الماء. الماء هو اخر جات بالك خطر وقال يجب الابتعاد عن جعل موضوع الماء موضوع المزايده السياسيه او لتاجيج احتجاجات اجتماعيه. جات هذه الحكومه غير الله عز وجل كيكونش وجد الجفاف كينوضو. ايضا الحكومات السابقه برامج ما تنفذاتش، برنامج ديال تزويد بالماء الشرور والسقي ما دارش،
رحنا جينا يا شريف، انت جيتي قلتي يا غدير تحليات البيئه ديال الدار البيضاء ديال عامين ونص، قلتي الحكومه الاخرى ما دارتش، غادي عامين ونص حنا كنتسناو. هذه غير تحليات المياه اللي حولها الكلام كثير جدا. ثم هذا الاتفاق اصلا ديال 140 مليار ديال الدرهم اللي ولا 149 مليار ديال الدرهم في هذا ديال برنامج الماء صالح الشرب والسقي، راه كان فيه وزير الفلاحه عضو اللي هو رئيس الحكومه في ذلك البرنامج، وقبله قبل هذا البرنامج اللي كان في 2020 2027، قبله ما كانش هناك من يريد ان يزايد مرحبا. تحليه المياه ديال اكادير ديال شتوكا ايتباها، التاخر ديالو السبب ديالو وزير الفلاحه، خرج وقول العكس، السبب ديالو ديال سنه ازيد من سنه وزير الفلاحه، ديال الداخله وزير الفلاحه، وخرج قول هادشي. ثم ملي مشى كيتكلم على انها عدم برمجه الحكومه الاعتمادات المالي بشكل كافي منذ بدايه ولايه انها كان يعني فيما يتعلق بالماء في كل لحظات يعني ترجعه للحكومات السابقه، خلينا نمشيو غير للتقرير ديال المجلس الاعلى للحسابات اللي تكلموا عليه هما، التقرير ديال المجلس الاعلى للحسابات اللي هما استندوا عليه، وخرج رئيس بالمناسبه هذا رئيس مجلس النواب، راه الاصل هو كيترأس واحد المؤسسه دستوريه. حنا عشنا مع كاع رانا عشت على الاقل مع واحد سته ولا خمسه ولا سته ديال الرؤساء ديال مجلس النواب، حتى واحد فيهم ما كان يعني يتجاوز الحدود ديالو، كيبقى في اطار الحياد. هذا مره هو رئيس الحزب، مره هو رئيس الاغلبيه في البرلمان، وهذا ماشي نقدر نقولوا من حيث الشكل ماشي مشكل، ولكن من حيث الفعل مشكل، لانه هو اللي كيجي كيواجه المعارضه. قال لك اسيدي كان خصكم تبنيو 30 سد وما بنيتوهاش، مزيان شحال؟ قال لك 8 13، وانا نوض الشريف حتى كمل على دير 17 في هاد العامين، هاد العامين بعدا ما درتيش هاد 17. لا تنسوا الاشتراك في قناة الأيام 24 وتفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد.